أي واحد عنده قضيب أقل من 7 سنتيمتر في حالة الانتصاب يعتبر مريضا. الزيادة غادي تكون عنده في الطول تقريبا 3 سنتيمتر ونص. تيجيونا الناس من الخليج العربي، من قطر ومن عمان، والمرضى كلهم رشق لهم. القضيب عنده جزئين، شنو هو العلاج الجراحي؟ صغار القضيب مرض تيعاني منه مجموعة ديال الناس، وكاينة نسبة مهمة ديال الناس اللي عندهم هذا المرض، ولكن ميمكنش نحددو النسبة المئوية بالضبط، لأنه باقي هذا المرض يعتبر من الطابوهات، بحيث أن المرضى اللي تيعانيو من هذا المرض ما عندهمش الجرأة وما عندهم الجرأة باش يمشيو يستشروا مع الطبيب ديالهم. ولكن في السنوات الأخيرة بدات هاد الطابو تينقص، وبداو الناس تيتجرؤوا وتيستشروا الأطباء ديالهم باش يقلبوا على العلاج. في سن البلوغ تيكون الطول ديال القضيب 6 سنتيمتر، وفي سن الرشد اي حوالي 18-20 سنة تيكون القضيب في حالة الانتصاب 12 سنتيمتر. وحسب الأطباء والمعايير العلمية، اي واحد عنده قضيب اقل من 7 سنتيمتر في حالة الانتصاب يعتبر مريضا يعاني من قصر القضيب. قصر القضيب عنده أسباب متعددة، ولكن السببين الأساسيين، كاين السبب الأساسي اللي هو العامل الوراثي، بحيث الإنسان تيكون الأب ديالو أو خواله أو جدوده أو عندهم هذا المرض وتيورث هو هذاك المرض. والسبب الثاني هو نقص في إفراز الغدد الذكورية أي ليزوندروجين. ما هو العلاج ديال هذا المرض؟ هاد العلاج في الاول حاولوا الاطباء باش يعطيو دوك الهرمونات الذكوريه، ولكن ثبت بان هذاك الدواء دون جدوى لا يؤثر بتاتا على طول القضيب. الان كاين علاج جراحي. شنو هو العلاج الجراحي؟ كاين فيه قسمين، كاين قسم اللي تيعالج السمك اي الغلظ ديال القضيب، وكاين القسم الثاني اللي تيعالج الطول. اشنا هو الميكانيزمات ديال هاد العمليه؟ الا ضروري نذكر بالتكوين التشريحي للقضيب. القضيب عنده جزئين، كاين جزء خارجي او الجزء الظاهر، وجزء باطني اللي ما تيبانش او الجزء الداخلي. هذاك الجزء الداخلي مرتبط بهذاك العظم ديال الحوض، مرتبط بواحد ديزاتاش، وهذوك ديزاتاش هما اللي تنجيو حنا في الحاله العمليه وتنقطعوهم، وهذاك الجزء الداخلي كنخرجوه عند الجزء الخارجي وتنعاود نصوبو اربطه اخرى. داك الجزء الداخلي تيكون فيه على العموم ما بين 2.5 سنتيم الى 5 سنتيم. اذا بالنسبه للطول ما يمكن ليناش نزيدو اكثر ما عند الانسان في الجزء الداخلي، اذن الزياده كتكون ما بين 2 سنتيم ونص حتى 5 سنتيم. بالنسبه للسمك او للغلظ ديال القضيب، كنزرعوا انسجه ذاتيه في القضيب وكتعطي السمك. بالنسبه للسمك يمكننا نديروا السمك المره الاولى، ومن بعد 3 شهور او 6 شهور نعاودوا نزيدوا في السمك، ما كاين حتى شي مشكل. وكي بالنسبه للطول تيتزاد مره واحده. الحمد لله أصبح المغرب وخصوصا مدينة مراكش قبلة طبية لهذه العمليات، بحيث ولينا الآن تنستقبلوا مرضى ماشي من جميع أنحاء المغرب، بل من الخارج. تيجيونا الناس من الخليج العربي، من قطر ومن عمان ومن الأردن، تيجيونا الناس من أوروبا، من إسبانيا ومن فرنسا وإيطاليا ودول أخرى. وهذا الشيء تيزيدنا ثقة في النفس، وتزيدنا باش نعمقوا البحث العلمي ديالنا وباش نطوروا التقنيات ديالنا. كاين بزاف ديال الازواج اللي كان عندهم مشاكل بسبب هذا المرض اللي تيعاني منه الزوج، ومن بعد العمليه الجراحيه فعلا
استطعنا باش الاجواء العائليه تولي جيده ويحيد هذاك الصداع. بالنسبه لهذه العمليه بالنسبه للسن يمكننا نديروها للطفل ويمكننا نديروها للمراهق ويمكننا نديروها للانسان الرشيد. بالنسبه للسن ما كاين حتى مشكل والنتائج ديما جيده. بطبيعه الحال المضاعفات التي يمكن يكونوا هما المضاعفات التي يكونوا في العمليات الجراحيه كلها اما ناتجه عن التبنيج او ناتج او لا مضاعفات ناتجه عن التعفن. وهذا الشيء تيكون في العمليات الجراحيه كلها سواء الجراحه الجهاز الهضمي او العظم او تاع المسالك البوليه او او او. بالنسبه للتبنيج تبنيج فقط موضعي او الا كنا كاع بنادم نديروه نصف موضعي نصفي موضعي. اما التبنيج العام ما عمره ما تيكون في هذه العمليات. ولحد الساعه جميع العمليات اللي دازت كلها دازت بسلام والمرضى كلهم رشق لهم وكلهم عاجبين الحال ومرتاحين. التكلفه دابا تنعملوها هنا في المغرب وتنعملوها كذلك تيعيطوا لنا باش نديروها في الدول الاوروبيه. التكلفه اللي هنا في المغرب ما تتوصلش الخموس ديال التكلفه في اوروبا. هذا الشيء اللي يمكن لي نقول. العمليه دازت ممتازه بالزياده غادي تكون عنده في الطول تقريبا 3 سنتيم ونص. وبالنسبه للسوق الغض غادي يكون على الاقل عام ان شاء الله غادي يكون مسرور وفرحان بنتيجه العمليه.